أهلا بكم أطفال صف الروضة الثانية مع المشروع الثالث حديقتي الجميلة في المجال اللغوي الكتابي. في المجال اللغوي الكتابي أنا أكتب وأنا أستمع إلى عدية الخط العمودي. جهزوا أمامكم علبة التلوين وقلم رصاص وبعض الأوراق الملونة وأيضا تلوين المائي إذا توفر. بمساعدة ماما نستطيع أن نكتب ونخط الخط العمودي. في هذا الفيديو أعزائي سنقوم ببعض التمرينات. نكتب الخط العمودي من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، ونفذ هذه البطاقة الفراشات والزهور. وأيضا لاحظ الأشياء ذات الشكل العمودي الموجودة في بيتنا لننشد معا عدية الخط العمودي. عدية الخط العمودي: أنا الخط العمودي دايما واقف عحدودي، ما بنعبس أبدا ما بنام، وما بنحيني لا قدام، أنا دايما راسي مرفوع مثل العسكر بالميدان. نردد هذه العدية. والآن لاحظ الأشياء ذات الشكل العمودي الموجودة في بيتك. هيا بنا أحبائي الصغار، ولكن قبل ذلك اتبع السهم واكمل رسم الخط العمودي من الأعلى إلى الأسفل. أرسم الخط العمودي لمساعدة الحيوانات للوصول إلى طعامها: الدب إلى العسل، والأرنب يحب أن يأكل الشجرة. أرسم الخط العمودي من الأسفل إلى الأعلى مع هذه البالونات الرائعة. أحبائي الصغار، بعد أن استمعنا إلى عدية الخط العمودي، جاء دوركم لملاحظة الأشياء ذات الشكل العمودي الموجودة في بيتنا لننشد العدية ونقوم ببعض التمرينات. اتبع السهم واكمل رسم الخطوط العمودية من الأعلى إلى الأسفل. أحسنتم. مرة ثانية.